المنظمين ديال هذه الرحلة لتشجيع الفريق الوطني المغربي في روسيا في مدار روسيا في المقابلة الثلاثة الأول. الرحلة هي عبارة عن رحلة في الحافلات من بروكسل إلى روسيا ذهابا وإيابا زائد الأوتيل زائد التيكيت وكاين حتى اللي بغى يمشي بالطيارة مرحبا به وهنا كاملين باش نشجعوا الفريق الوطني المغربي. هنا أخواتي السلام عليكم. شوفوا أنا أتكلم معكم بالمغربية، المغربية محضة. المغرب في روسيا، حنا كاملين مور المغرب وكاملين إن شاء الله غادي نمشيو لروسيا باش نشجعوا المغرب، المغرب الشقيق. وفي نفس الوقت الرسالة الحمد لله حنا عندنا بلدين شقيقين المغرب وبلجيكا وهذا العبد الدافع إن شاء الله بحال غادي يكون وراء المغرب في روسيا وراء بلجيكا. إذا كلكم مغاربة في روسيا إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم. كل سنة كنقول لكم عواشر مبروكة وإن شاء الله كنطلب من الجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن بالخصوص الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا هولندا ألمانيا إنجليز فرنسا إن شاء الله واش هذا العام فاكونس ما كانش في المغرب إن شاء الله نشوف روسيا هي الأولى الفلوس ديالنا اللي كنحطوهم في المغرب تقريبا 4000 أورو هذا العام إن شاء الله غير 2000 أورو ولا 3000 أورو تزينا إن شاء الله في روسيا باش نساندوا الفريق الوطني المغربي إن شاء الله. محمد تونسي مقيم ببروكسل دونك احنا وراء المنتخب المغربي لكن المنتخب التونسي يعني كمان ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله تنورونا ويحيى العالم العربي. دونك احنا نشجع المنتخب التونسي والمغربي دونك على يعني عبر الشاشه وان شاء الله بالتوفيق وتحيه تونس تحيه المغرب. Bonjour chers amis, voilà, je parle d'un projet qui nous tient à cœur. Nous allons organiser des voyages pour aller supporter l'équipe nationale du Maroc, les Lions de la Tasse et les Diables Rouges en même temps en Russie, au Mondial, bientôt, Inch'Allah. Donc je vous invite à venir, nombreux et nombreuses, parce que nous organisons un voyage en car ou pour ceux qui veulent en avion avec hébergement et ticket du stade. Voilà, les places sont limitées, n'hésitez pas. السلام عليكم. انا جيت من المغرب باش نشجع المنتخب و صراحة المنتخب لعب مزيان و ادى مباراه مزيانه وشحال هادي ما وصل ل 2000 وصل دابا و صراحة من الجهد ديالي باش نسافر وجيت انا هنايا عند العائله باش من تما ندوز لروسيا وما كرهتش كاع الجاليه تدوز هي تفرج وغادي تكون ان شاء الله مباراه مزيانه نتمتعوا كاملين نعليو الراية من المنتخب ان شاء الله. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. حنا جينا في هذه الرحلة هذه ان شاء الله باش غادي نتجهوا الى روسيا وكان باش نشجعوا الفريق الوطني وغادي نعطيوا هذا الدعم ان شاء الله بكل بالقلوب ديالنا وبكل شيء ديالنا وكنتمنوا من الجاليه المغربيه حتى هي تساهم معنا وحتى هي تمشي معنا وندوزوا واحد الاسبوع ان شاء الله في النشاط وكنتمنوا المنتخب المغربي باش يكملنا ديك الاسبوع ديالنا في النشاط ديالنا ومرحبا بكم عندنا كاملين ان شاء الله. فالا 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 لي بيس اللي غادي نديو كاين بيس مع البرتغال وبيس مع الاسبان لان المقابله الاولى كانت شويه صعيبه مع رمضان بالنسبه للبيس شويه صعبه حاولنا ما امكن نديرو دو بيس واحد في البرتغال واحد في الاسبان ولسه نقولوا للناس بان هي المقاعد هي تقريبا ماشي منعدمه ولكن قليله
اللي بغى يمشي مرحبا به يتصل بينا انه باش يلتحق بينا ويمشي ويمشي معنا. بالنسبه للمشاكل ديال ليبيا كاينه ليبيا، ولكن كيف ما تنعرفوا كاين واحد المضاربه في المارشي نوار دابا، وهذا حنا تنحاولوا ما امكن ليبيا طلع الثمن ديالهم الفيفا مابقاش تبيع ليبيا. كاينه ليبيا في مارشي نوار اللي وصل واحد الثمن ديالو واحد الثمن خيالي، ومع ذلك ان شاء الله غنكونوا في اليوم ديالنا وغادي ننظموا الرحلات الى روسيا لتشجيع الفريق الوطني المغربي.